بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا عالميين؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. ان شاء الله هنشرح النهارده اداه الاي ام سي. طبعا العالميين اللي معانا من الكورس اللي فات، كورس الاي ام 3 عارفين معظم الادوات اللي موجوده في اداه الاي ام سي. طبعا كنت انا شرحت في الكنترول 3، كنت شرح الرياكشن والكومنت والمنشن واللايك والخاصه بالتقييمات الصفحات. اعتقد ان انا شرحت تقريبا كمان الاي ام كوبي والاي ام شير، الاداتين دولت لسه جداد احنا هنتطرق لهم ان شاء الله. خلينا اول نبدا بالاي بالكوبي باج. الكوبي باج ده اضغط عليها كده واقول لك هنا اختار الاكونت. خلينا نعمل لها فيلا وافتحها تاني. اوكي، ملحوظه بس يا شباب، خلينا اقفل دي. لو انت معاك اكتر من عضويه، لو انت معاك اكتر من عضوية في الكنترول يبقى تضيف هنا العضوية بتاعت الحساب اللي انت ضايف عليه الاكونت بتاعك اللي هتدير بيه العمليات بحاله. يعني على سبيل المثال انا معايا اكونتين كنترول، معايا عضوتين في الكنترول. طيب في الحالة ديت لو انا ضايف هنا في السيتنج، جيت هنا في السيتنج وقلت ايه، ضفت الاكونتات بتاعتي هنا، تمام. طيب انا لو ضفت الاكونتات بتاعتي انا هنا ورحت حطيت هنا بيانات الحساب التاني، بالتالي اول ما اجي اعمل امبورت مش هيجيلي البيانات اللي محطوطه هنا اللي هي الاكونتات، لازم احط نفس الحساب بتاع الكنترول على البرنامج هنا عشان ابدا اشتغل على نفس الاكونتات اللي منضافه على نفس الحساب بتاع الكنترول. اوضح تاني، انا هنا ما ينفعش اضيف اكونت خاص بالكنترول هنا واكون ضايف الايميلات بتاعتي في عضويه تانية تكون العضويه دي فاضيه ما فيهاش ايميلات. ده بيعمل لوجن على الاكونت اللي في العضويه اللي انت ضايفها فيه. فانا هنا الاول ضفت الاكونت بتاعي هنا في السيتنج الخاصه بالفيسبوك، تمام. دي اول مشكله. تاني مشكله الناس بتواجهها ان هي بمجرد ان هو بيسحب الاكسس توكن الاكونت بيتقفل معاه. على فكره دي مش مشكله كنترول، دي مشكله في كل البرامج اللي بتعتمد على نظام الاي بي اي، يعني نظام الوكيل لعمليه تسجيل الدخول. اي برنامج هتستخدمه ان هو ياخد الصلاحيات ان هو يعمل لوجن على الفيسبوك من نيابه عنك، لازم هيجيلك اختبار صور او اختبار امني في الاول. فالحل بقى بتاع النظام ده ايه؟ قدامك حل من الاثنين. الحل الاول انك تفتح الاكونت طبيعي وبتيجي هنا لما يجي لك اختبار صور او اختبار امن بتتخطاه وبتخش عندك على الايميل بتاعك. الحل الثاني مش حل عملي يعني، لكن هو حل برضو الى حد ما كويس، لازم تثبت الاكونت بتاعك على المتصفح. تثبته يعني ايه؟ يعني يكون الاكونت بتاعك ده الجهاز بتاعك موثوق منه بالنسبة للحساب بتاعك عند الفيسبوك. بمعنى انا دلوقتي اول مرة افتح الاكونت ده عندي على الجهاز، فبطبيعة الحال لازم هيجيلي اختبار صور او اختبار امني وهكذا. طيب لو انا فتح الاكونت ده بقاله اسبوع او اتنين وعامل عليه عملية تنشيط، يعني منزل عليه بوستات، منزل عليه يعني عامل لايكات تعليقات وهكذا، يعني في حالة نشاط والاكونت متثبت على الجهاز والبراوزر وكمان متثبت على الاي بي بتاعي، ففي الحاله ديت عمليه الاختبار الامني مش بتيجي لك بشكل دائم. يعني حتى لو جات لك بتجي لك بمجرد اشعار بس ان يتم ان في يحاول احد فتح حسابك على كذا 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 ويجي لك البيانات بتاعت حسابك انت، فبتجي لك رساله تدوس نعم كنت انا او لا، تمام. هنا ادد اكسس، لو الاكسس توكن معاك اصلا بتضيفه هنا وبتقول له سبمنت. لو الاكسس مش معاك هنا طبعا لو اضيف في قائمه اكسس كتير، الناس طبعا بتشتري اكسس توكن عايز تشتغل بيها بتضيفها هنا. طبعا جيت اكسس توكن، لو انت لسه مش معاك الاكسس اصلا خالص بتكتب الاكسس هنا الايميل هنا والباسورد وتعمل جيت اكسس. لما العمليه بتتم بنجاح بدون اي مشكله، بدون حساباتك متقفل او حصل فيها مشكله، بيجي لك تحت الرساله ديت كلام كتير كده بتنسخه وتحطه هنا وتقول له ادد اكسس توكن، بيجيلك رساله فوق كده يقول لك ايه ساكسسفول، يعني تم العمليه بنجاح.
خلاص دي خطوة أولى لازم أن تكون عامل حسابك فيها. هقول له لوجن، تعالى هنا. طبعا ده الأكونت، هو بيعمل امبورت من زي ما اتفقنا شباب، بيعمل امبورت من الحساب بتاعك. لو أنا رحت فتحت العضوية التانية بتاعتي، افترض، آسف إن أنا بطول عليكم بس عشان أوضح كل النقاط دي، عشان أنا عارف إن في ناس كتير تقع في المشكلة دي. لو أنا رحت ضفت الحساب بتاعي التاني هنا اللي هو ماتريكس 035 وقلت له لوجن، تمام، وجيت اعمل من هنا امبورت، هيجي لي دي فاضيه. ليه؟ لان انا مسجل في اكونت تاني اصلا. اوكي خلاص ماشي تمام. الاي ام كوبي باج هنا بيحتاج تقريبا التطبيق اللي هو الاتش تي سي. لو انت هتضيف اكسس توكن يدوي، يكون ضايف الاكسس توكن الاتش تي سي. طيب تمام. هنا بقى بيقول لك ايه، اختار العضويه الصفحه اللي انت عايز تنشر عليها، يعني اختار الصفحه اللي انت عايز تنزل عليها الشغل بتاعك. على فكره كمان تقدر تنشر على البروفايل بتاعك، لو علمت على البروفايل بتاعك كده يبدا ياخد سكراب من الصفحات وينشر هنا، يبدا ياخد سكراب من الصفحات وينشر هنا. لكن انا عايز انشر على الصفحه دي. تمام. بيجي لك هنا بيقول لك انت عايز تاخد منها ايه، الحاله والفيديو واللايك واللينكس، يعني الروابط والفوتو يعني اليوتيوب، الفوتو اليوتيوب واللينك واحد. تمام. انا خلاص هشيل دول، هشيل دول، ممكن اعلم على دول بس، دول فقط، اعلم على الصفحه اللي انا عايز انشر عليها. تقدر تعلم على اكتر من صفحه لو عايز تنشر عليهم كلهم. هنا بقول لك حط لي الصفحه اللي انت عايز تسحب منها البوستات. تعالوا كده، هنفترض ان انا هسحب من الصفحه دي. تمام يا شباب، انا هنشر على الصفحه دي البوست بتاعي وهسحب البوستات من الصفحه دي. طيب هنا مش بيسحب البوستات القديمه، بيسحب البوستات اللي بتنزل فيما بعد. يعني انا دلوقتي مشغل الاداه زي سنسور كده، تمام. لو قفلت الاداه دي مش هيشتغل طبعا، عشان كده يفضل انك لو هتستخدم الاداه دي تستخدمها على في بي اس، عشان بيكون شغال 24 ساعة مش بيفصل. تمام. هاجي ايه، اقول له انا عاوز الصفحة دي، واروح على الموقع ده اللي هو فايند ماي فيسبوك اي دي، عشان يديلك اي دي الصفحة، اد اي دي الصفحة، واقول له اديد. تمام. وتعالى هنا ايه، هنضيف، اقول له ستارت كده، قلت له ستارت اهو. تعالوا بقى ايه، نروح على الصفحه بتاعتنا دي. خلينا الاول نضيف بوست، اهلا بكم يا مالكات، لو مهتمين بوصفات البشرة اكتبوا ميل تعليق تم وهننزل لكم وصفات جديدة. تمام. واقول له نشر. خلينا كده ايه، اول ما البوست بتاع ده هنا نزل هنروح هنا اول نشوف الاداة بتاعتنا ايه وضعها. اوكي خلينا نجرب. تمام يا شباب، ادي البوست بتاعنا. طبعا هو اعتقد الديلي بيقعد الديلي تقريبا 120 سكند. خلينا الاول نروح نشوفه ايه اللي حصل. طبعا ده البوست بتاعنا اهو اللي احنا لسه منزلينه حالا. وهنعمل ريفريش للصفحة دي.
نزل البوست اهو، اهلا بيك يا ملكة، زمانهم لو مهتمين كذا 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 تقدر تنسخ اللي بينزل في الصفحة التانية على طول، بينزل طبعا باسم صفحتك انت. طيب لو انا مثلا عايز انشر صورة، زي ما انتم شايفين يا شباب عمل السكراب، طبعا هو بطيء شوية لان انا مخلي الديلي كبير. اتفقنا لو هو موجود على في بي اس انت مش هتكون شاغل بالك، هو هيكون شغال مع نفسه. تعالوا كده نشوفه كده الصورة اتنشرت ولا لأ. طبعا دي الصورة اللي انا نزلتها، هنروح على الصفحة التانية بتاعتنا اهي. بياخد وقت كمان على ما بيعمل الصورة داونلود وبيعمل لها ابلود. لو هتستخدمه على فيديو، والفيديو ده هيكون عندك على الجهاز، فهياخد وقت، هياخد وقت معاك. نزلت الصورة هنا يا شباب، وكان قبليها نزل البوست ده اهو. طبعا هنا البوست هنا بدأ يجي بتفاعل. الصورتين دول انا نشرتهم بس ما كنتش مشغل البرنامج. ده البوست اللي احنا نسخناه من شوية صغيرة، 7 دقايق اهو. بدأت ده البوست اللي احنا نزلناه من 7 دقايق، بدأت الناس تتفاعل معانا عليه كده. دي الشرح بسيط لأداة الـ AM Copy. اوكي، أداة الـ AM Share نفس النظام اهو. بتعلم بتختار الصفحة اللي انت هتنشر عليها، وبتحط ID الصفحات اللي انت هتاخد منها، ويبدأ يعمل عملية شير. يعني اي بوست المرة دي بقى مش بينسخ البوست، لأ بيعمل له عملية شير. اي بوست سواء كان كتابة او فيديو او صورة او لينك او يوتيوب، لينك يوتيوب وهكذا، بيبدأ ياخدهم ويعمل لهم شير عندك على الصفحة بتاعتك. هنا عندك اللي هو الديليت، دي اعتقد الصفحات اللي بيعمل فيها فيلد يعني مش بيقدر ينسخ منها او بيحصل فيه خلل، بيبدأ يمسحها من الليستة اللي محطوطة هنا عندك في الليستة بتاعتك. الليست اوف ماسنجر ده ما اعرفش بتعمل ايه وما اشتغلتش عليها، هي مش هتفيدني في شيء. يعني اللي ده المفروض الاداة معمولة علشان اللي هو ان هو ياخد اللينكات، ياخد البوستات من الصفحة اللي هتنضاف هنا، ويبدأ يعمل لها عملية نشر. اهو مثلا افترض ان في اكتر من صفحة هنا وانا عايز انشر على كل الصفحات دي، يبدأ ياخد من هنا ويعمل شير، ياخد ويعمل شير. طبعا بيديلك تقارير الحملة بتاعتك اللي انت شغال عليها تحت هنا. اوكي شباب، الاختيار ده World Analyze. هنا تقريبا بيعمل تحليل للصفحات او الجروبات. هنفترض ان ده اي دي الصفحة، وانا قلت له انا عاوز البوستز ليميتد 10، كومنت 500. بعد كده اقول له فيت فيتش. اوكي طبعا دي البوستات اللي نزلت على الصفحة، اخر 10 بوستات، دي اخر 10 بوستات نزلت عندي على الصفحة. اوكي طبعا بيعملك كمان سكراب للكومنتات. باجي هنا بختار أنا. طبعا دي ناس معمول لها منشن في البوست، هو جايب لك كل الناس، كل الكومنتات اللي انكتبت في الصفحة على اخر 10 بوستات. طبعا يا شباب المفترض ان الاداة دي بتعرفك صفحات المنافسين ليك، تديلك تحليل ايه هي طبيعة البوستات اللي نزلت، الكومنتات اللي نزلت في البوستات ديت كانت عبارة عن ايه. دي كلها ناس كاتبة تعليقات وناس عاملة منشن، يعني اللي ظهر اسمه ده فوق ده معمول له منشن في التعليقات. الاختيار ده عشان يعمل لك عملية تجسس على الصفحات. نفترض ان دي الصفحة اللي انا عايز اجيب بياناتها، يعني عايز اعرف الصفحة دي شغالة ازاي. الميزة دي تقريبا موجودة في الكنترول 3. طيب دلوقتي مثلا انا عاوز الصفحة دي، عاوز اكتر اهو، عايز اكتر بوستات معمول لها لايك او توتال. هنا بقول لك لو انت عايز تطلع اكتر بوستات معمول لها لايك، اكتر بوستات على كومنتات، اكتر بوستات على شير، او التوتال كله على بعضه يعني. تعال هنا اقول له ايه، لود بوست.
جميل، جاب لك هنا البوستات. طبعا انا عشان ادمن في الصفحة. اوكي تمام يا شباب، انا طبعا برتب البوستات من الاقوى للاقل. التوتال البوست بتاع الصفحات دي كلها ايديهات البوستات اللي نزلت عندي. الرسالة المسج ده، مش الرسالة بتاعت الصفحة، لا البوستات اللي نزلت، يعني الرسالة بتاعت البوست نفسه. هنا عندك التوتال لايك، توتال لايك على الصفحة كلها، على البوستات اللي ظاهرة قدامكم دي اللي اتعمل لها سكراب دي، 9216 لايك، 1816 كومنت، 2785 شير، 13817 انجيجمنت متفاعل. نسبة التفاعل هنا 2.5%، وهنا التفاعل برضو خاصة بالسادات. تقدر كمان تعرف البوست نفسه، يعني لو انت بتستهدف منافس ليك هتقدر تعرف ايه اقوى البوستات عنده. البوست ده كان ايه، كان فيديو ولا كان صورة ولا كان لينك ولا كان تكست، يعني اللي هو الستيتس اللي هو ده، وهكذا. ممكن اقول له مثلا انا عايز الكومنتات اهو، اقول له لود. تمام، ده البوست، دي البوستات. ده البوست 313 شخص عامل لايك، 227 و11 شير زي ما انتم شايفين، 11 شير، 242 كومنت. تعالوا كده نشوف تاني، 227 طبعا هتلاقي اللي هو 242 كومنت ده ممكن يكون اشخاص عاملة اكتر من كومنت، يعني 308 لايك، هنا 312. او خلينا نعمل البوست اي دي بس، انا عايز البوست اي دي فقط، اقول له اي دي. ده الايديهات بتاعت البوستات بتاعتنا، عشان لو انا عاوز اسحب الناس اللي فيها طبعا بروح على الكنترول بتاعنا على سبيل المثال، باخد كده العدد اللي انا عايزه. طبعا لو انا عايز اسحب كل الناس اللي عامله كومنت في الصفحه واسحبها، لو انا عاوز اسحب بعض البوستات المعينه بقدر الغي كل ده، سيلكت اول بشيله، وبعلم على البوستات اللي انا عايزها فقط، وبعمل كلمه اكسبورت. تمام، بروح على الكنترول وبختار الاودينس الابلود ده. هنا يا شباب بضغط على كلمة البوست ليست، اقول لك حط البوستات بتاعتك، بتحط هنا البوستات بتاعتك اهي. طبعا احنا اتفقنا لو انت هتاخد بوست معين، يعني انا بس بعمل تجربة سريعة. هنا بيجي لك بيقول لك اكستراكت لينك، اكستراكت لايكس، اكستراكت كومنت، اكستراكت شير. بيقول لك انت هتستخدم الرصيد الفري ولا البايد، وبتكريت اسم الحملة بتاعتك، تكتب مثلا وليكن تشوف الصفحة دي مثلا اسمها ايه، وتكتب اسم الصفحة او اسم البوست اللي انت عايز تشتغل عليه حسب انت بقى ما بتشتغل. شوف انت بتشتغل ازاي، تعمل كرييت ويبدأ البرنامج اوتوماتيك يطلع الداتا دي، بحيث برضو ان انت لما تيجي تشتغل على صفحة معينة ما تاخدش اي بوستات، لا تاخد البوستات المتفاعلة. يعني في ناس كانت بتسألني بتقول لي ان ازاي اطلع البوستات، اقوى البوستات اللي في الصفحة. طبعا كان بيدخل يراجع يدوي ويقرأ واحد واحد، وكان موضوع متعب، لكن بالاداة دي هتقدر تعرف الصفحة ايه هو اقوى بوست. البوست اصلا كان عبارة عن ايه، هو كان فيديو او كان صورة او كان لينك او كان نص فقط، وهكذا. وبتبدأ
تاخد البوست ده وتبدأ تشتغل عليه بعد ما بتعمل له عملية تحليل تأكيدا. يعني تفتح البوست كده تشوف الأول. طبعا عندنا مشكلة أعتقد في الحساب التاني ده، ده البوست، وبتبدأ تاخد الناس اللي هي متفاعلة عليه. كمان من هنا بتقدر تظبط التاريخ بحيث انه يجيبه لك من الأقدم للأحدث كده. دي أحدث بوستات 2019. ممكن تعلم على بعض البوستات اللي انت عايزها بتاريخ محدد. اللي طبعا كل ده بقى انت وخيالك، انت وحسب شغلك. انا بس بدي لك اللمحة البسيطة، وانت بعد كده هتبدأ تتعامل. يعني انت بمجرد انك تعرف تستخدم الاداة ازاي هتبدأ تولد افكار حسب احتياجك للداتا والشغل اللي انت هتشتغل عليه. تمام يا شباب، كده ايه خلصنا الاداة دي. هقفل دي خلاص. احنا كده شرحنا الكوبي والشير، وشرحنا الورلد انالايز. انا مش محترف فيها قوي يعني، لكن دي تقريبا خدت لمحة بسيطة عنها. تمام، هنا بقول لك اختار الـ نوع الاكسس اندرويد. هنا بيجي لك الاكونت، هنا بيجي لك الصفحة. لو انت عايز تعمل المنشن باسم الصفحة نفسها، لان انا عايز اعمل منشن في بوست على الصفحة باسم الصفحة اللي انا ادمن فيها. هنا فاست ادد سيلكت اب، يعني اختار لكل الناس اللي انا ضايفها اللي واخدة تصريح تطبيق الاندرويد. بقى اقول له ادد. لو انا ضيف اكونتات كتير بعمل ادد اول، بعلم عليه بعد كده بقول له ايه سيلكت. دي سبب اشفى اسباب دي يا شباب الرياكشن. انا اسف، انا فكرت ديت المنشن دي الرياكشن. طبعا الرياكشن ده عشان تعمل عملية تنشيط للحساب بتاعك. هنا بيجي لك اللي هو اللايك والعلامة اللاف اللي هو القلب يعني وكده. باجي هنا اقول له ايه ستارت. بيبدأ هو يعمل ايه؟ يبدأ يدور على البوستات اللي الناس اللي عندك اللي في الفريند منزلينها، ويبدأ يعمل لهم لايك، مرة لايك ومرة لاف، مرة لايك ومرة لاف، ويبدأ يتعامل. طبعا فيه تبعت ويتنج 51 سكند. تمام، لو رحنا كده نبصوا على سجل النشاط اهو، دخل هنا اهو لسه حالا عامل قلب على اهو. شباب سوري، ده البوست. في عندنا مشكلة في المتصفح. ده البوست وانا عامل لاف اهو، لسه عامل لاف للشخص ده، لسه منزل البوست تقريبا. ارجع هنا وهكذا، ويبدأ بقى شغال مع نفسه يعمل لايك ويعمل قلب ويعمل لايك ويعمل قلب وهكذا. تختار طبعا هنا اللي بتختارش الحاجات دي عشان اللي هي بتاعت الضحكة والحزين والغضبان والحاجات دي كلها يعني. اوكي خلاص بقى مش مشكلة، تعالى اللايك. الفكرة على فكرة تعتبر واحدة شباب، الفكرة بتاعت الاستخدام دي تعتبر كلها واحدة. تعمل سيلكت، هنا بتحط البوست، حط البوستات بتاعتك، وتبدأ تظبط انت عايز تعمل لايك لايه. عايز تعمل لايك لصفحات ولا عايز تعمل لايك لبوستات جوه الصفحات. لو انت عايز تعمل لايك للصفحة تسيب دي زي ما هي، وبتعمل تحط اللينك الاي دي بتاع الصفحة وتبدأ تعمل ستارت. طبعا ده الديلي، سيبه زي ما هو، تبدأ تشتغل. هنا اللي هو يعمل عملية تغيير، هنا يعمل كومبليت. يعني مثلا لو انت حاطط 100 صفحة ياخد الاكسس توكن ويفضل باكسس توكن واحد، يفضل يعمل لايك 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 لكل الصفحات دولت باكسس توكن واحد. اللي هو الاختيار ده ان هو يعمل عملية تبديل، يعمل لايك مثلا بأول اكسس لأول صفحة، بعد كده ياخد تاني اكسس لتالت صفحة او 5 صفحة وهكذا. كومبليت اكسس يفضل شغال لحد ما يخلص العملية. طبعا سيبه على اول واحد فضل يعني. طبعا انت ممكن تستخدم الاوبشن ده في تكبير صفحات بالاكسس توكن، او تقدر تستخدمه في عملية التنشيط انك تعمل لايكات على بوست. في ناس طبعا بتبيع اللايكات دي
لو على سبيل المثال هو معامل، لو ليكن مثلا 100,000 اكسس، في ناس بتبيع خدمة اللايكات على البوستات، العملية سهلة، بيعمل هنا براوس، بيرفع لستة الايديهات بتاعة البوستات، وطبعا زي ما اتفقنا هو اصلا بيكون مختار. لو هو عنده مثلا وليكن 100,000 اكسس، بيضغط على كلمة ادد اول، بينضفوا كلهم، وبعد كده بيعمل سيلكت اكونت على كل الاكونتات. هو بمجرد ان هو بيعمل سيلكت كده بيختار كل الاكونتات ويبدأ يتعامل ويعمل سند ويبدأ شغال ويديلك تقرير. الأداة بتاعة التقييمات، أدي فيسبوك أندرويد، أدي نفس الأكونت برضه، بعمل له أدد وبقول له سيلكت، هنا أختار، بقول لك one access for one bag، يعني أكسس واحد يعمل تقييم لصفحة واحدة، ولا تسيبه شغال على كل الأكسس، يشتغل على كل الصفحات. تختار هنا طبعا نوع التقييم بتاعك، عايز كام نجمة، طبعا كلمة open دي عشان ترفع الايديهات بتاعة الصفحات اللي انت عايز تعمل لها تقييم، وتبدأ تتعامل على طول. انا مش طبعا مش ضايف الا هو اكونت واحد فقط، زي ما اتفقت شباب، لو انت ضايف اكونتات كتير، قلنا بنضيف الاكونتات منين، بضغط على السيتنج، وبعد كده بضغط على فيسبوك، وبضيف الاكسس بتاعتنا هنا. لو معايا كمية كبيرة مثلا 1000 2000 10، زي ما احنا متاح معانا يعني. تمام، هنرجع بقى تاني، خلاص اقفل دي. الكومنت نفس النظام، هي الفكرة، احنا اتفقنا ان فكرة العمل كلها واحدة، نفس فكرة اللايك هي نفس فكرة الكومنت. بتضيف هنا الايديهات بتاعة البوستات اللي انت عايز تعمل عليها كومنت. الاكسس توكن هو اوتوماتيك بيسحبها زي ما اتفقنا من الكنترول. هنا بيقول لك ضيف الكومنت بتاعك، تعمل كلمة ادد، الاختيار ده بروفايل، لو انت معاك لستة، معاك ملف تكست في حاطط فيه النص بتاعك، يعني مثلا انت معاك ملف تكست كاتب فيه كل البيانات الخاصة بالرد بتاعك، زي العنوان، الاسعار، ارقام التليفونات، اسعار الشحن، وهكذا يعني. بدل ما تخش تكتبهم، لا انت ضيفهم كلهم ويبدأ يشتغل فيهم. كمان في ميزة انك هنا بيعمل عملية تبديل، يعني على سبيل المثال خلينا انا هنا هدخل، انا افترض ان ده البوست، ده الملف الاكس التكست، هكتب هنا ايه، لو انا مثلا عاوز اعمل تقييم لمنتج، فاقول مثلا ايه، ما شاء الله يا شباب، اعمل انتر، اقول ايه، منتج رائع جدا، الساعه كام، هل يوجد شحن للأقصر مثلا، بكام لو سمحت، وهكذا. افضل اعمل عمليات ردود مختلفة عشان كل اكسس توكن يستخدم تعليق واحد من دول. لو جيت انا هنا كده مثلا قلت له ايه، فروم فايل، طبعا سامحوني ان الشغل مش منظم عندي، بس انا عشان اختصر في الوقت، بس انا بس عايز اوصل لكم الفكره. طبعا زي ما انتم شايفين هو كده هياخد رد من ده وينشره، وياخد بعد كده رد اللي وراه وينشره، وهكذا. فيتبان الكومنتات ان هي كومنتات طبيعيه. تمام يا شباب، زي ما قلنا هنا بترفع الايديات بتاعه البوستات وتبدا تتعامل عليها، سواء كانت البوستات ديت في صفحات وهكذا. طيب لو البوستات ديت على بروفايل، هتكون في مشكله ان لازم الاكسس توكن ده تكون منضافه عنده في الفريند عشان تسمح ان تخش تعمل كومنت، ولو في جروب بنفس النظام. عشان كده يفضل انك تستخدم الاداه ديت على الصفحات، لان في الصفحات انت تقدر تعمل اللي انت عايزه، تقدر تنشر تعليق حتى لو انت مش منضم للصفحه. منشن ادد سيلكت، هنا الايديهات بتاعتك ممكن تعملها نسخ وتعملها بيست، تنزل معاك هنا
تخش عليها مثلا على سبيل المثال. هنفترض ان دي الاي ديهات بتاعت الاشخاص اللي انا عامل اللي انا عايز اعمل لهم منشن، هنفترض يعني اعمل كلمه بيست بس، هو اوتوماتيك نزله هنا اهو. وتعالى هنا هحط البوست بتاعي اللي انا عايز اعمل لهم منشن عليه، يعني هحط هنا لينك الاي دي بتاع البوست اللي انا عايز اخلي الناس دي اعمل لها منشن. يفضل طبعا استخدامها زي ما اتفقنا في الصفحات عشان ما تعملكش مشكله، لان لو استخدمت المنشن ده على البروفايل لازم يكون الناس اللي انت هتمنشن لهم دولت عندك في البروفايل في الاصدقاء. يعني انت مثلا لو عملت اكستراكت الاصدقاء بتوعك وعايز تعمل لهم منشن على بوست عندك، اوكي مفيش مشكله، هتطلع الايديات بتاعتهم تحطها هنا وتحط البوست وتبدا تعمل ستارت المنشن، هيروح لهم بشكل مظبوط. طب لو الناس دي في جروب تقدر تطلعهم برضو من الجروب وتنزل البوست وتمنشن لهم في نفس الجروب، لكن لو الناس دي مش في الجروب هيديلك فيلد او هيديلك ايرور. نفس النظام لو هي مش في الفريند هيديلك فيلد او هيديلك ايرور. الحاله الوحيده اللي بتنفع معاها ايه؟ اللي هي الصفحات. عندك الديليت كومبليت، يعني يمسح اللي يتعمل له منشن يتمسح من الليست، يتعمل له منشن يتمسح. وان اكونت يعني منشن بير اكونت 10,000. اعتقد ان هنا بتحدد لكل اكونت منشن بير يعمل كام منشن، يعني الاكونت ده يعمل عملية كام منشن. طبعا العدد مفتوح، قال له ستارت كده. فريش. شباب عمل للناس، بس طبعا عشان الناس دي مفيش اي رابط بينه وبينهم، يعني الافراد دولت ما همش فلورز عندي في الصفحه، او ما همش عندي في الاكونت نفسه اللي بمنشن بيه ده في الاصدقاء، فطبعا بتدي المشكله معاك دي. هو هنا بياخد 25 شخص من دول ويحطهم في منشن واحد، بعد كده برضو نفس النظام ياخد 25 ويحطهم في منشن وهكذا. هتفرق معاك كتير لو انت بتعمل منشن لناس عندك في الصفحة وبتحاول تعمل لهم منشن على بوست معين، او الناس ديت عندك على البروفايل بتاعك وانت عاوز تعمل لهم منشن على بوست، او الناس دي في جروب وانت في الجروب ده وعايز تعمل لهم منشن على بوست في الجروب. دي باختصار شديد الشرح بتاعت اداة الاي ام منشن. تمام يا شباب، كده خلصنا الاي ام سي. قلنا تاني الكوبي ان هو ينسخ اي بوست ينزل في صفحة، ينزله في صفحات خاصة بيك. كوبي باج اللي هو الشير ده برضو على نفس الاسم، ده بيعمل عملية شير، ياخد اي بوست يعمل له شير. الانجيجمنت ريت اللي هو بتعمل عملية تجسس على الصفحات، تعرف ايه البوستات المتفاعلة والتاريخ للبوستات ونوع البوستات وتبدأ تتعامل عليها. الرياكشن عشان تعمل عملية تنشيط للحساب بتاعك، يعمل لايك وقلب وكده للناس، والناس طبعا تخش عندك تبص عندك على البروفايل، وكمان بتعمل عملية تنشيط للحساب بتاعك. اللايك عشان لو انت عايز تعمل لايك لبوست او لصفحة معينة، الناس اللي بتشتغل بتبيع لايكات على بوست او على صفحة تستخدمها، او انت خاص بيك نفسك لو انت عامل بوست ممول وعايز تجيب عليه تفاعل، تحط الاكس توكن وتبدأ تعمل تفاعل على البوست بتاعك. الكومنت نفس النظام شرحناها، والمنشن والتقييمات. كده نكون خلصنا مع بعض اداة الاي منشن. كان معكم اخوكم محمد حرفوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.